مرحبا بالجميع في قناة لا سيونس الحصة لتعلم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. Bienvenue à tous sur ma chaîne La Séance الحصة. هذا الفيديو تابع لسلسلة التدرب على قراءة اللغة الفرنسية. إلى تبعتي هذه السلسلة من الأول حتى الأخير، كن أكيد أنك غادي تتعلم قراءة اللغة الفرنسية مع النطق صحيح. طبعا ما غاديش يكون عندك مشاكل ديال النطق. فالفيديو ديال اليوم غادي نقراو E, 2 R, E تقرأ R R. عودوا معايا R. E, 2 L, E, L, L, L. E, 2 S, E تقرأ S, S, S. E, 2 N, E, N, N, N. وأخيرا E, 2 T, E, ET, ET, ET. نعود القراءة ديالهم. R, L, S, N, ET. الآن غناخدو كلمات، مجموعة ديال الكلمات اللي غادي نشوفو فيها هاد لاتخ مكتوبين، غادي نقوم بالقراءة ديالهم وبالترجمة ديالهم باللغة العربية باش تفهمو أكتر. إلا بغيتو تعلمو قراءة اللغة الفرنسية مع نطق صحيح، ضروري تعودو معايا أي كلمة قريتها. غنقرا الكلمة، غنقوم بالترجمة ديالها، وانتوما كتشاهدو الفيديو وكتعودو معايا الكلمة. نبداو بالكلمات التي تحتوي على E, 2 R, E. مثلا لا تيغ، الأرض. لا تيغ، عاودو معايا لا تيغ. أن فيغ، أن فيغ، أن فيغ، كأس. أن فيغ. أون سيغ، S, E, 2 R, E تقرأ سيغ. أون سيغ هي زراعة بدافئة. غادي نخليكم الصورة ديالها هنا. والكلمة الأخيرة لا غير، جي او او، نسمع الصوت غ، غير. لا غير، لا غير، لا غير كتعني الحرب. نمروا الآن ل او دو زل او ال. مثلا une pelle، une pelle، une pelle. نخليكم الصوره ديالها هنايا. une pelle. une truelle، une tru tru elle، une truelle. نخليكم ايضا الصوره ديالها هنايا. une échelle، une échelle، une échelle، une échelle، سلم، une échelle. une poubelle، p o pou belle، une poubelle، سلة المهملات او القمامة. une querelle، une querelle، une querelle كتعني شجار او خصام، une querelle. une hirondelle، une hirondelle، une hirondelle هو الطائر الصغير اللي تيكون بالابيض والاسود واللي تيكون في البحر. une hirondelle. الكلمة الأخيرة une belle photo، une belle photo، صورة جميلة. une belle photo. والآن ناخذ كلمات اللي غادي نلقاو فيهم الحروف. E, 2 S, E تقرأ S، S comme la tristesse، la tristesse، الحزن، la tristesse. la paresse، la paresse، la paresse، الكسل، la paresse. une tigresse، une tigresse هي أنثى النمر، نمرة. une tigresse فهنا مكتوبة في الفيمينه يعني أنثى النمر، وبالنسبة للماسكولين نقول un tigre، un تكتب هكذا un tigre، فكتكتب فقط ب e à la fin. un tigre، نمر. la politesse، la politesse، la politesse، الأدب.
La maîtresse. La maîtresse. La maîtresse. المعلمه. ردوا بالكتابه ديال ماتريس فا اي تكتبوا افيك لاكسون سيركونفلكس. هذه هي العلامه. لاكسون سيركونفلكس هي العلامه ديال رفع الشابو التي توجد فوق لا لتر فوق الحرف اي. اون تريس. اون تريس. اون تريس هي الضفيره ديال الشعر. اون تريس. اون تريس. نمروا الان او دو تي او. Est comme une chouette. Une chouette. Une chouette. Yeboma. Une chouette. Une belette. Une belette. Une belette. Une belette. Une belette. Une devinette. Une devinette. L'ours. Une devinette. Une fou fourchette. Une fourchette. Ya chauka. Ya fourchette les anaclobia. Chauka latina clobia. Une fourchette. Une couette. C'est où tu crois où cou. Une couette. Une couette. هي بطانية لحاف أو غطاء. اون كويت. وأخيرا سات. سات. هذه سات. سات. واللائحة الأخيرة غادي يكونوا فيها كلمات اللي غادي يكونوا مكتوبين بأو دوزن أو والتي تقرأ أن. أن مثلا اون أنتان. Une antenne. Une antenne, il y a, مثلا, une antenne radio. يعني بات هوائي. Une antenne radio. Une antenne. N. كنسمعوا الصوت N. Une antenne. Un renne. Un renne. ماشي ren, إنما ren. Un renne. هو الغزال. Un renne. Un renne. والكلمة الأخيرة. Un ennemi. Un ennemi. Un ennemi, يعني عدو. Un ennemi. Un, كنديروا la liaison entre la consonne N ou la voyelle E. N-N-Mi. Un ennemi, عدو. فكان هذا هو الدرس ديال اليوم. شفنا كيف تقرأوا R, L, S, N و ET. خدينا كلمات مع الترجمة باللغة العربية. ولا كنتي كتشوف ان القناه ديالي مفيده ويقدروا يستافدوا منها بزاف ديال الناس اخرين، ما عليك غير تبارطاجيها مع الناس اللي كتعرفهم، مع الاصدقاء ديالك، مع العائله، مع الناس اللي باغيين يتعلموا اللغه الفرنسيه. ما تنساش تنضم للجروب ولا باج ديال فيسبوك اللي داخله بها بحال الاسم ديال القناه لا سيونس على الحصه. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.